السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين، كلشي بخير. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وبنة مزيانة ان شاء الله. اليوم لقيتوني كنوجد البليصة الكليبة ديالنا، راها قريبة تولد. من اليوم في الصباح قلبتها لقيت الصدرين ديالها عمرو بالحليب. دونك الكلبة منين كيعمرو الصدرين ديالها بالحليب كتبقى تخرج الحليب، كتعرفها راه بقات لها اقل من 48 ساعة باش تولد ان شاء الله. لقيتوني انا نوريكم وجدت لها البليصة ديالها هنايا. نقلب التليفون نوريكم، ها هي البليصة ديالها وجدتها لها باش ان شاء الله تكون كريبة ديالنا مزيانة. انا جبت لها تبان ومسائل. اوبا، اش كريبة مزيانة الحمد لله الصحيحة ديالها. انا حاولت ان ندير لها تبان هنايا عملتها في هاد البلايصة لداخل باش ما يقيسها لا هواء لا طاحت الشتا. راه عندنا الجو هنايا مغيم اليوم. دابا الكليبة غنشوف ان شاء الله ما يبقى. المهم الكليبة دابا كتحتاج انها تمشى شي شوية، كيخصها تمشى باش تجيها الولادة سهلة ما تجيهاش صعيبة. دونك غادي نضطروا اننا نخرجوها دابا ان شاء الله، غادي نعملوا لها شي خرجة. شكون هذا اللي محيح؟ موتشو كيسلموا عليك لي فان ديالك. كتكوتها صغيرة اش فيها؟ ضربوا شي دويرة نوريكم. المهم انا دابا غادي نخرج كليبة، ما عرفتش شكون فيهم اللي غادي تجيني سهلة في الخروج مع بوحدي باش نخرج الكلاب كاملين ونصور. راها القضية صعيبة شي شوية، غادي نحاول انني نختار. المهم خرجوا الموتشو، اذا بيتبول راه عندي سهله، الصف راه عندي سهله، فوركي الخروج ديالها فوركي الخروج ديالها سهل عندي، ما فيهش مشكل. خروج ديالها ملي كنجي نخرجها راه كتبعني ما فيهش مشكل. المهم دونك غادي نخرجوا هي وغادي نخرجوا الموتشو وحنونا. يلا خليكم معايا. المهم الدراري كيف ما كتشوفوا انا خرجت حنو موتشو وحنونا وبيد مولا ديالنا، على الله ما يعذبونيش في الطريق وتكون الخرجه ديالهم سهله. الا كان الخرج ديالهم ثلاثه سهل غادي نخرجهم لكم باش تشوفوهم. ها هما كيف ما كتشوفوا بيد مولا، ها هي مطلوقة كتسمع الهضرة. حنونة باقي ما عرفتش راها فين مشى. اجي. المهم شوفوا بيتبول ديالنا. ايه موتشو، حنونة مشات بعدات. سامع، غنضطر كيفما كتشوفوا احنا خارج بيهم كنحاول انني ما فقدتش السيطرة عليهم. الموتشو راني ربطتوه، حيت الا ما ربطتوش غادي تجيني صعوبة شي شوية، حيت هنايا الكلاب بزاف ديال الناس غادي يدابز معاهم، ما غاديش يجيبها معاهم. المهم عمرني ما خرجت بيهم، ما عرفتش الجهة فين غادي نديهم، ولكن هنا يا هي الخلعة نديهم شي أرض هنا يجريو. إيه حنونة، السلام عليكم. مزيان، شوفوا شي بلاصة بعيدة على الديور، حيت الديور كيكونوا فيهم الكلاب يقدر يوقع لنا شي مشكل، يدابزو ولا شي حاجة، مخصني شي واحد فيهم توقع له شي حاجة. حيت إلا وقعت شي واحد فيهم شي حاجة أنا غادي نلوم راسي، حيت أنا هو المسؤول عليهم. وبارتي المعزه ديالهم راه ما بغيش انهم يتدوزوا مع شي كلب واحد اخر، خصوصا دابا هذه مسكينه راه حاله خاصه كما كتشوفوا. اللهم بارك الكريشه ديالها، ما كتفارقش معايا كتمشي ليا معاش. هنايا الدار الناس نبعدوا عليها ندوزو هنا. اش 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 عاجبهم الحال مساكن، شوف عاجبهم الحال. الموتشوكو كان زعما نعرفو يعوط راسو معايا غنتلقلو يرداح حنايا، كان خافيت نطلق له ويمشي يدبز مع الكلاب. ها هو عاجبو الحال كينقص. ايه حنونة
كاين بعض اخرى ما كتبان لكمش حيت كتمشي لاصقالي مع رجلي، نجي نصورها ما كتبانش مزيان. مايا ها هي مسكينه هي غادي لاصقه فيا، خايفه نتلف لك. عاجبك الحال معايا؟ اخا الكبيده ديالي هما هادوك يعملوا لي بوزوان ديالهم وتشو حنونه مزيان. بعدا حنونه ما اجي حنونه اجي لنا فين ماشى فين هاي كتحني ديك الراس وكتزيد. لا بس بعدا اني كنعيط لها وكتجي فترة اول مره غادي نتيق نخرجهم بوحديتي. ملي كنت في الحومه اخرى كانوا عندي الدراري كيخرجوهم معايا، يا كنا في وسط زرعه الناس اجي واجي نخرجو عندك يشير علينا شي واحد بشي مقلاع ولا بشي كاري. يلا احفظ ما تكونش زويجه، انا ما مولفش مع هادشي ديال الفلاحه، الناس راه ما يبغوش تخليهم في وسط الزرعه ديالهم واخا ما عرفتش. الزرعه هذا ولكن بينا كيرعاو فيه حيت كلو الريوق ديالهم طايرين كيرعاو فيه وفي البقا صغير الناس بزاف كيربيو البقا. الكليبه ديالنا هي عاجبها الحال، ملي كتشوف الكلب مطلع الزنطيطه ديالو فحال الشوكة كتعرفو راه شقالو. هاهي تا هي مسكينه كتعمل الكليب ديالها، شوفو كنت نشوفو شنو كاين تما. هانتوما كتشوفو الدراري مناظر الدنيا واعرة، الطبيعة هاد الأرض بانت لي ماشي محروسة، يعني نلعبو فيها كيما بغينا ما عندناش مشكل. ايه حنونة وتشو مليانة تلقوا بسلسلة طويلة، الا مشى لي عند شي كلاب نتبعو نشدو ديك الساعة غيجيني ساعد في الشدان. اش دابا ملي كينبحو عليه الكلاب كيتعصب كيبغي يدابز معاهم. شو حنينة مسكينة هي تابعني تا الكليبة ان شاء الله غادي تصدق لي بحالها بحال حنونة، تا هي باينة فيها مسكينة حنين ودريوشة بزاف. هادي شنو نسميوها الدراري دريويشة، شو كيفاش كتحك طهرة. هادي كالغزالة هادي ناشطة مسكينة ناشطة عجبها الحال. هي العيلة مزيونة اش نحاولو نجرو بيهم نشوفو كيفاش غادي. ها العفريت ها شوف اجي موتشو ما تبعد. ايه موتشو نونا هادي هي مسكينة اللي كتوقع قريبة عليا تبقى لاصقة فيا، اصلا باقا جديدة ولكن تفاهمات لي معاهم. ما دبزات مع حتى شي كلب كاع، حتى هي بحال الشكل ديال حنونة. الموت شو جي كيجري جري 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 السبيع ديالي جري 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 اوي 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 ما كراتش الله ما كراتش كون كان خرجتهم كاملين، ولكن والو ديك كليب جديد الفوق فا كيجيني صعيب، والموت شو باقي ما بغاوش يولفوا مع بعضياتهم. هما نورمالمون كيخصهم اللي يطلقهم ويهنشروا بعضياتهم مزيان، عاد واحد فيهم غيولي مسيطر الاخر غيعطيه اتساع، ولكن لا انا ما بغيتش نلتجأ لديك القضيه هذيك. كتجيني بيزار انك جوج كلاب كيتدابزو وانت كتخرج فيهم راه ما كتخليش انا العقل كاع. كنا واحد الوقت الله يسمح علينا الوقت الصغور وهادي كنا كنربيو كلاب وكنديرو بهم الكومبات، بحق صراحه انا بالاول ديالي كان ما كيعجبنيش ديك الديكور، كنت انا كنكومبي مع الدراري ومن الداخل ديالي ما باغيش، ولكن مع المنافسه مع الدراري وهادي دائما كان العقل الصغور والمراهقه صافي. من بعد ما القضيه هادي انا وليت ضدها كومبات الجرا وهادي ما صالحه حشومه كاع، راه تا هادو راه روح علاش غتطلقهم مساكن يبقاو ينشرو في بعضياتهم. ايه موتشو السبيه ديالي اي كليباتها هما مزيانين ما كنشوفو خرجو ضربو بيعجبهم الحال.
شو تا هو راه ساهل في الخروج ماشي صعيب، غير حد ديك الفوت ديك الديور اللي فيهم الكلاب تما كيكون شي حاجه صعوبه. شوفوا دابا على طبيعه من هنا ما كتحدش العين ديالك، ما تحدش الخطوره. يا سلام الشمال هذا عاوتاني كيفاش داير كلو غاسين الناس هنايا الزراع الخرطة الوقيلة. المهم هنايا انا كيبان لي ما كيخليوش الزرع تيكبر حيت كيحرسوا البقر هنايا، الناس كيربيو تبارك الله البقر بزاف، كيحرسوا لهم الارض بالزرع يلا كيبدا ينبت كيطلقوا فيه البقر باش يرعى. كنظن انا على ما جابهم حيت ديك الارض اللي زدنا مليات فيها الربع فيها الزرع، بان لي الزرع كامل ما راعين فيه الكسيفه تبارك الله. هنا انتما كيف ما كتشوفوا الطبيعه زوينه، مناظر واعره، الحديقه ديالنا عاوتاني هي كتمرغط في الربيع عجبها الحال مسكينه، راه عملت الحليب كما قلت لكم قبيلات الكلبه منين كتكون حامله وكيبدا الحليب كيخرج لها كتعرف راه بقات لها هي ديك 48 ساعه باش تولد. يعني هاد الكليبه ان شاء الله باذن الله غادي تولد لنا اليوم ولا غدا، كنتمنى تدوز الولاده ديالها مزيان، وكنتمنى نكون حاضر اليوم. انا تعطلت على الخدمه ديالي غير باش ما نسمحش فيها، كنقول لك من ياك ما تولد وانا حاضر باش نعاونها، حيت الا كنت حاضر معها غادي تكون الولاده ديالها مامنه اكثر. دونك كيف ما كتشوفوا راه دابا علي العصر وانا راني باقي معها، ما هبطتش كاع الحانوت نشوف شنو كاين كاين تما غير سفيان انتوما. مهم مشيت وجبت واحد الباكا ديال التبان، واحد السيد الله يجازيه بالخير ما باش يتخلص منها. مهم منين قلت له نفرشها للكليب عطاني وحده مكموله، ديتها فرشت لها النص ديالها وخبعت لها الاخر. ديك الساعه الا كانت هاد القصه ديال التبن مزيانه وتسلكني ديك الساعه نمشي نجيب شي فاياج ونزلو مور الدار ونبقى نخدم به، نبقى نفرش لهم يسخنو بحق دابا هي السخانه داخله. المهم اهم حاجه عندنا هي هاد الكليبه هادي نقابلوها في الولاده ديالها ودوز، حيت هي الكلبه منين كتولد راه بزاف ديال الدراري كيلقاو مشاكل. الكلبه منين كتولد خاص مولاها في السيمانه الاوليه يعاونها، باش غادي يعاونها يبقى يشوف الفريخات مثلا اللي كيرضع اللي ما كيرضعش. علاش الكلبه ملي كتولد كيموتوا لها الفراخ ديالها في الايامات الاوليه، حيت كتكون الكلبه خصوصا اللي كانت اول مره غادي تولد ما كتكونش عارفه ما عندهاش درايه، صافي هي هي مجبده لهم وكتلحس فيهم وصافي. بالحق راه كاين اللي ما كيعرفش يرضع، كاين اللي ما كيعرفش يقلب على البزوله، كاين كل واحد وكيفاش. المهم خاصك انت يا ترد البال منين تجي لعندها دير لهم فمهم في الصدر ديال امهم وترضعهم واحد واحد حتى تاكد منهم مزيان راهم رضعوا كاملين. المهم الى قدرتي وكان الوقت كيساعدك على دور كل ساعتين ديال المكانه تحاول تطلل عليهم، وكل واحد دير له الصدر ديال مو في فمه وتعصر له حتى تشوفه شد كيرضع مزيان عاد خليه عاوتاني سير لواحد اخر. المهم هكا كنديرو حنونه دابا هي بدات كتطلع الصدر ديالها دابا صافي وقفات الرضاعه. حنونه دابا غادي نديرو لها غادي ندهنوا لها الصدر ديالها بالشبه، غادي تكون ان شاء الله سيمانه غادي تكون طلعت الصدر ديالها ما غاديش يبقى معها كمعذبها. الكليبات ديالنا راش قالهم عاجبهم الحال كيف ما كتشوفوها، هما موتشوها هو كيدور هنايا عاجبو الحال. الصطاف ديالنا راه هي تكية في وسط الربيع، حنونة هي كتلحس في الربيع عاجبهم الحال الحمد لله. هادشي اللي كان خاصني تا انا موتشو واش نتايا غير اللي شتيها تمشي لها، وهاديك الزعار اجي لهنا الله ينال لينا احسن سنة ديالك تا توجد وارى برا ديك الساعة ورينا الرجولة. العيلة مايا هادي سميتها مايا و مسكينة شحال طريفة.
درويشة هادي فهمتيني، هاد الكليبة مسكينة درويشة وكتسمع الهضرة وفيها الاتاك، ماشي تشوفها كتقول فيها الاتاك عرفتي منين كنحرطها صعيبة، بحال اللي لقيت كنجربها صعيبة. ها واحد الكليب جاينا واحد ابو الصغار كيحيح علينا على الله ما يردلوش البال لموتشو. ايه موتشو خاصني ماك نشبرك ما عزيزش عليك انت الحرية ياك وعادي نحاول نجري بهم شي شوية. هاي حنا يا الرفيقة ديالهم لا الموت شو عمل هي مع مايا وصافي ما كان هو كيجري يلا سيروا تلعبوا سيروا تلعبوا راح نقررنا نمشي بحال صافي. مايا خلفات مزيان حسيت بها بدات كتعيا يعني كنبعد منها كتجي هي تصح درجة اللي غادي تنعس الكريشة ديالها مسكينة مفوخة يوم الخرجة راه ماشي ديالكم راه خرجتي على الجماية اصلا دابا مبقاش كيحتاجو للخروج حيت عندهم الشرطة في الدار كيبقاو كيلعبو فيها ولكن فوق ما لقيت وقيت انا غادي نخرجهم باش نتمتعو بهم كاملين. يلا فحنا شباب يلا فحنا ايه مايا يلا راني صابت لك بلايصة ديالك مزيونة يلا على الله على الله ما كرهتش منين تولدي نكون حاضر معك باغي نحضر معها مسكينة باش نعاونها ما خليهاش تولد بوحديتها حيت ما كملت لكمش ابشوية على المرأة راه علي تولد بحال الوحش ها جا ودهس فيها شو مسكينة هي فين ما لقات شي بلاصة فيها الربيع بزاف كتنعس فيها صا شي بلاصة اللي ما تبانش راه عليها جبت لها انا التبن وفرشت لها باش تلقى راحتها وعجبها الحال مسكينة. المهم كيما قلت لكم الدراري منين تكون عندك كلبة حاملة وقريبة تولد حاول في الايامات الاخرانية المهم حاول تبقى تقلبها دابا وساعة تقلب لها السدر ديالها منين تشوف السدر ديالها بدا كيخرج الحليب عرفها راها قريبة تولد ديك الساعة خصك تصاوب لها البلاصة ديالها تكون مأمنة وتكون بعيدة على الكلاب اخرين الى عندك كلاب ما يشوفوها ما تشوفهم تكون بعيدة عليهم ومن الاحسن الى لقيتي تدير لها بلاصة تكون سخونة وفي ديك اليومين الاخرية خصها تبقى تخرج خصها تخرجها يوميا جوج ثلاثة المرات على شحال ما قدرتي وإذا كانت عندك جردة ولا شي حاجة حاول تبقى تخليها مطلوقة ما تربطهاش باش تدور على خاطرها وهادي وحتى البلاصة فين غادي تولد حاول تخليها مطلوقة ما تربطهاش حيت ملي تكون كتولد تكون كتوجع غادي تبقى تقلب وهادي تقدر ديك السنسلة ديرونجيها ولا تقتلها الفراخ ديالها ولا ما تقدرش تعرف شنو كاين. المهم الاحسن الكلبه تكون مطلوقه والا كنتي غادي ديرها في شي بلاصه وتسد عليها راه اضعف الايمان اضعف الايمان خاص البلاصه تكون فيها متر وعشرين كاريه هادي اصغر ما كاين راه الا درتيها صغر من هذا العبار هذا راه الكلبه غادي تتعذب ما تكونش واخده راحتها بحق الا درتي لها مترو عشرين كارية راه الكلبة غادي تكون مرتاحة كوميم يا شحال ما لقيتي تسع لها مزيان. وبالنسبة منين تكون كتولد منين تكون كتولد الدراري لا إلا حضرتي لكلبتك كتولد حاول كيفاش غادي دير تعاونها المهم خليها هي دير الحركة اللي ارتاحت فيها بغات تولد ناعسة بغات تولد واقفة بغات تولد كيف ما ارتاحت هي خليها انت يا غادي تبقى حاضيها غير مني الفرخ غادي يخرج تشوف الراس ديالو خرج يلا يفوت الكتاف ديالو حاول تشدو وتجبدو باش تعاونها
هي راه كل ما زحماتش بزاف كل ما كيبقى فيها الجهد، وكل ما الكلبه زحمات زحمات يعني ديك الساعه الولاده كتبقى دير داليا. الزحمه هي ديك القطعه ديال النفس اللي كتكون كتعصر باش تولد مسكينه، هذيك هي الزحمه. ديك الساعه خاصك تعاونها الى خرج الكلب الفرخ للنص وجبتيه لها، راك كتكون عاونتيها بزاف. دونك هكاك وتبقى تقربوا لها لفمها هي تغسلو، ما تغسلو لهاش نتايا، خليها هي تغسلو، حيت راه كيقول لك ديك الدم اللي كيخرج مع الولاده راه كيعاون الكلبه، كيعاونها قال لك بزاف. هادشي اللي كنسمعوا من عند الناس اللي عندهم خبره علينا، قال لك كيعاونها بزاف باش تكون مزيانه. والفريخات منين يتزادوا حاولوا تحاول تقصر تردعهم كما قلت لكم، حاولوا تردعوهم باش ما يموتوا لكمش، خصوصا السيمانه الاولياء كيفوتوا سيمانه كيوليو كيعرفوا صدر دمهم صافي كيبداو يرضعوا بوحديتهم. المهم الدراري دابا حنا قربنا نوصلوا فين كاينين الكليبات، غادي نحاول نشد هادو باش ما نفقدش السيطره عليهم. المهم خليتكم على خير، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وكنتمنى الى اللي اول مره غادي يدخل يتفرج يتابونا معنا وينفعل على الجرس باش يوصلوا كل جديد. وخليتكم على خير، السلام عليكم.